الدعم اللامحدود من قبل القيادة بشكل عام في دعم الشباب واضح، مهرجانات للشباب على مستوى المهرجانات المسرح أو مهرجانات الأخرى اللي موجودة الفنية أو المهرجانات الرياضية. النتيجة واحدة، النتيجة شنو؟ إن أنت عندك ناس مؤهلين سواء على المستوى الرياضي أو المستوى الفني، وهذه هو البذرة اللي احنا نزرعها واللي نغرسها علشان بكرة في النهاية يكون عندنا جيل جديد يقوم يأخذ مكان متقدم في الساحة الفنية أو في الساحة الرياضية وغيرها.